الرئيس السيسي يرأس اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. نحو مليون نازح في قطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. مظاهرات حاشدة في دول الغرب لدعم الفلسطينيين والتنديد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. ساعة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، نتابعها بعد الفاصل. أهلا بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقد صدر عن الاجتماع عدة قرارات، وهي مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكذلك إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيدا على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. وتوجه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي، وكثفت سلطات الاحتلال التعزيزات العسكرية على الحدود مع قطاع غزة استعدادا لشن اجتياح برية، بينما تتواصل الغارات المكثفة لليوم التاسع على القطاع، حيث استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا شمال غزة. دخلت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية يومها التاسع من التصعيد، فيما استعدت القوات الإسرائيلية لهجوم بري على قطاع غزة في وقت تجددت فيه الغارات الإسرائيلية الكثيفة على القطاع، وانقضت السبت مهلة أعطاها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون فلسطيني بمغادرة النصف الشمالي من القطاع والاتجاه جنوبا. وطلبت حماس من المواطنين عدم المغادرة، قائلة إن طرق الخروج غير آمنة، كما أضافت أن عشرات الأشخاص استشهدوا في ضربات على سيارات وشاحنات تقل لاجئين. من ناحية أخرى، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، وتشن إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف في القطاع الفلسطيني المحاصر. من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 300 شخص معظمهم من الأطفال والنساء استشهدوا، وأصيب 800 شخص في غزة،
خلال الساعات ال24 الماضية. في غضون ذلك ذكرت مصادر طبية أن 14 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب رفح جنوب القطاع، فضلا عن إصابة العشرات الذين تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية حي الشجاعية والبريج. كما أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن آلة الحرب الإسرائيلية قد ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدني الفلسطيني. من جانبها أدانت منظمة الصحة العالمية أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة، ووصفتها بأنها حكم بالإعدام على الجرحى والمرضى. وأشارت المنظمة إلى وجود 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من 2000 مريض باتت حياة العديد منهم مهددة شمالي قطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله المحلل السياسي السيد أحمد زكرنا. أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الأكارم. هل تتوقع عملية عسكرية برية من إسرائيل تجاه غزة؟ الحقيقة يعني أنا أستبعد أن تقوم إسرائيل بهذه الحماقة، ولأنها ستكون مكلفة جدا على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وأعتقد أن كل ما يحدث هو مجرد تهديدات ومحاولة لكسب الوقت في استخدام السلاح الجوي. أستاذ أحمد ابقى معنا، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور فؤاد الصنيورة رئيس وزراء اللبناني الأسبق. دكتور فؤاد، مساء الخير. مساء النور. يعني كيف تتوقع للعملية الإسرائيلية العسكرية تجاه غزة بعد كل هذه المقدمات والتي بدأت من 7 أكتوبر الحالي؟ بداية أود أن أوضح أمرا يخفى أو أن هناك الكثيرين ممن يتجاهلون هذه الحقيقة، أنهم يظنون أن التاريخ والمحاسبة تبدأ من يوم 7 أكتوبر الحالي، بينما هذه القضية عمرها 75 عاما، وأنه التاريخ بدأ منذ ذلك الوقت ومنذ أن اتخذت القرارات الدولية على مدى كل هذه السنوات وكل الاتفاقات، والتي نكل بها العدو الصهيوني والتي عمل كل جهده من أجل أن يفشل عملية السلام العادل والشامل بما في ذلك ما قام به في الضفة الغربية من زرع المستوطنات، وأن المجتمع الدولي فعليا سكت على كل هذه الممارسات الإسرائيلية على مدى كل هذه السنوات، وبالتالي لا يجوز أن ينظر إلى الأمر من زاوية فقط أنها ما حصل يوم 7 أكتوبر، ولذلك الفلسطينيون مجرمون ويجب محاسبتهم. هذا الأمر يجب أن يكون واضح. نعود الآن بما يجب. هناك من إسرائيل تحاول أن تستفز لبنان واللبنانيون وتستفز حزب الله. حتما أن هذا الأمر ليس من الصالح بالنسبة للبنان أن يتورط لبنان في هذا الصراع العسكري الجاري. لبنان يستطيع أن يدعم القضية الفلسطينية مثل ما كان يدعم على مدى كل هذه السنوات الماضية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية. أما أن لبنان من أجل أن يدخل في هذه المعركة، لبنان يمر الآن بأزمات متعددة سياسية واقتصادية، وأيضا مشكلات تتعلق بالنازحين السوريين في لبنان. كل هذا الأمر تجعل من غير الممكن لبنان أن ينخرط في هذه المعركة. دكتور فؤاد، لماذا تفتح إسرائيل كل هذه الجبهات مرة واحدة؟ أنا أعتقد أن هناك يعني أطراف متعددة. هناك باعتقادي في الصقور في إسرائيل والتي يترأسهم نتنياهو من اليوم الأول والثاني صرح بأن هذا العمل سوف يؤدي إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط، وهو يعني بذلك أيضا
ما يمكن أن يؤدي إلى أن تنخرط إيران في هذه العملية، وتنخرط إيران عبر أيضا حزب الله، يعني بما معنى تورط لبنان بهذا الأمر. وبالتالي يعني هذه المجموعة من الأفراد أو الجهات يلي أيضا تحسبت الولايات المتحدة لهذا الأمر، وبعتقد أنه حاملتي الطائرات التي تأتي إلى الشرق المتوسط هو من ذلك الأمر. فبالتالي هناك من يدعم هذه العمل، وهناك من يقول حتى في الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنخرط في حربين بذات الوقت، يعني هي تخوض حربا مستعرة في أوكرانيا، وأيضا هناك من يحاول أن يقحم بهالوضع الآن عبر الحرب الدائرة في يعني إذا التهديد الأمريكي وتحذيره لأي طرف بالدخول على خط المواجهة أو خط الصراع فيما يحدث في غزة كانت تقصد حزب الله؟ أنا أعتقد طبيعي أنه تقصد حزب الله، لأنه إذا اطلعتي على وين الخارطة، يعني ليس بالإمكان يعني في الدول المجاورة للعدو الإسرائيلي، في عندك سوريا ولبنان والأردن ومصر، لا مصر في وارد أن تدخل في هذه المعركة العسكرية، ولا الأردن في وارد دخول معركة عسكرية، ولا أظن أن سوريا بوضعها الحالي يمكن لها أن تدخل في هذه المعركة. وبالتالي ما يعول عليه هؤلاء المتطرفون أن يدخل لبنان، ولبنان فعليا عندما يدخل فبالتالي سينقسم ظهره لأسباب تتعلق بأنه يعني صحيح ما يقول حزب الله لديه 150 ألف صاروخ وكذا، حتما أن بإمكانه أن يلحق الضرر كبيرا في إسرائيل، ولكن ماذا تكون النتيجة على لبنان واللبنانيين؟ وهل يستطيع لبنان إضافة إلى كل المشكلات التي يعاني منها أن يتحمل ما تعنيه هذه العمليات من أعباء عسكرية وبشرية ومادية وعمران؟ وبالتالي هذا أمر من غير الممكن أن يصح. لذلك فأعتقد أنا أنه كثير مهم أن تكون الجبهة العربية الآن متضامنة، ليس الآن وقت المحاسبة مين بلش وليش بلش وليش حماس تورطت بهذا الأمر، ليس الآن وقت هذا الأمر. هناك عملية إبادة للشعب الفلسطيني، وهناك عمل متقصد من أجل أن يصار إلى ما يسمى تصفية القضية الفلسطينية، يعني عندما يقولون الفلسطينيين في قطاع غزة أن يتركوا بيوتهم وأرزاقهم في شمال غزة ويذهبوا إلى الجنوب، ماذا يخبئون لهم هناك؟ هناك بعد أن ينتهوا من شمال غزة سينصرفوا إلى جنوب غزة، وبالتالي الهدف هو عملية اقتلاع الفلسطينيين، عملية الترانسفير إلى مصر. وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه الدور الموقف المصري في هذا الشأن كان حاسما وواضحا، وعندما حتى بالنسبة لإيجاد مجال لخروج بعض حملة الجنسيات غير الإسرائيلية ومن من 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 غير إسرائيلية وغير الفلسطينية من قطاع غزة، فبالتالي مصر قالت نعم، ولكن شرط أن يؤدي ذلك إلى أيضا تزويد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية الطبية وغيرها. تمام، أنا بشكرك. فبالتالي هذا الموقف هو موقف سليم. أشكرك. أعتقد أنا هذا هو الوضع الآن، وشكرا لك. شكرا جزيلا دكتور فؤاد الصنيورة رئيس وزراء اللبناني الأسبق على هذه المتابعة. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريم المحلل السياسي السيد أحمد ذكرنا من رام الله، وأعتذر لك عن المقاطعة، كنا نتحدث عن الحرب البرية وسيناريو هذه الحرب إذا تمت على الأرض. بكل أحوال أهلا بك. إن تمت هذه الحرب البرية أعتقد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ستدفع ثمنا كبيرا، ولكن على سيرة اسمحي لي على سيرة هؤلاء المتطرفون، فلا يوجد لدينا متطرفين ولكن يوجد لدينا مقاومين أصحاب حق. فإن كان أي عبد في المنطقة يريد أن يبقى عبدا فهو حر، أما الفلسطيني لن يبقى عبدا،
الفلسطيني له حق سينال هذا الحق سواء اليوم غدا. صلنا 100 سنة عم نشتغل على هذا الحق، عم نقاوم، عنا شهداء، عنا جرحى، عنا أسرى، عنا كل أشكال الصمود على أرض الواقع. سننال هذه الحرية شاء من شاء وأبى من أبى، لأن ليس لأننا نمتلك أعظم قوة في العالم ونسيرها إلى حروب تافهة هنا وهناك، ولكن لأننا نمتلك الحق. طيب إلى أي مدى سيد أحمد إسرائيل حبت يعني أو أرادت أن تصدر أزمة نفسية أو معنوية من خلال هدم المباني الفلسطينية حتى على الهواء مباشرة وتصدير الأزمة بشكل واضح تجاه حماس؟ هي تصدر أزمة داخلية بالنسبة لها، أما بالنسبة للشعب الفلسطيني منذ أمد طويل والشعب الفلسطيني يدفع هذه الأثمان من دمه، من حياة أطفاله وأبنائه. لديهم أزمة لا علاقة لنا بها، ولكن لأنهم ليسوا هنا في أرضهم وليسوا هنا في بيتهم لديهم الأزمة الكبرى، وهي عقدة العقد الثامن، لأنها الدولة اليهودية لا تعيش أكثر من 8 عقود تاريخيا، هذه المرة الثالثة، هذه من جهة. جهة ثانية وهي الأهم، حاول نتنياهو منذ أكثر من عقد أن يقود ما يسمى بالدولة العميقة في داخل إسرائيل، وآخر حصون هذه الدولة كان القضاء، وبالتالي حصل وحدث شرخ في الشارع الإسرائيلي الداخلي. هذا الشرخ انقسم حوله المجتمع الإسرائيلي وأصبح أضعف مما كان، وهو بالفعل اليوم في أضعف حالاته. إن كان يهدد بشكل أو بآخر بأنه سيقوم بعملية برية، فالسؤال لماذا لم يقم بهذه العملية؟ القضية لا تخص الشعب الفلسطيني أو الجغرافيا الفلسطينية، ولكنها تخص جميع المنطقة العربية. وقف الإسرائيلي عند حده اليوم هو وقفه عند حده عند منابع النيل في أفريقيا، ووقفي عند حده في الخليج، ووقفي عند حده في العبث الذي يدور في المنطقة تحت مسمى وعنوان التطبيع. هذا الذي يقوم به الفلسطيني اليوم هو يدافع عن مشروع وكرامة وحرية هذا العالم العربي. طيب أستاذ أحمد، أن يدخل وسيرى ما لم يتوقع. تمام، هل ما زالت إسرائيل تترنح من عنصر المفاجأة أم أصبحت الآن تستعيد توازنها من جديد؟ هي لم يعني هي استفاقت، ولكن ليس لإعادة التوازن. استفاقت يوم أمس، كانت أولى البوادر بأن خرجت مظاهرة إلى المؤسسات الإسرائيلية وفي تل أبيب تطالب برحيل هذا النتن إلى غير رجعة، وبالتالي إسرائيل ستفوق أكثر وأكثر حينما تعلم أين أصبحت هي. اليوم نحن نتحدث عن بطل من ورق ظهر مؤخرا كم هو هش وضعيف من الداخل. اليوم هناك أكثر من 11 أو 12 دولة حول العالم تحاول أن تخرج رعاياها أو ما يسموا الرعاية، علما بأنهم إسرائيليين يحملون الجنسية الإسرائيلية ولكن يحملون جوازات سفر أخرى وجنسيات أخرى، تحاول أن تخلي عدد كبير. فالهجرة أصبحت عكسية، إسرائيل تنهار بالفعل وبالحقيقة. ليس شرطا أن يتحقق هذا الانهيار في يوم وليلة أو في شهر أو في سنة، لربما تأخذ الأمور عدة سنوات، ولكن إسرائيل تشهد اليوم يعني منعطف تاريخي لم تمر به طيلة حياتها، كما يشهد أو تشهد القضية الفلسطينية منعطف تاريخي على الأمة العربية. صحيح. أن تستعيد دمام المبادرة وأن تقف اليوم قبل الغد إلى جانب الحق الفلسطيني، ليس لأنه فلسطينيا، ولكن لأن هذا الحق يعود بالفائدة على الأمن القومي العربي، سواء في مصر، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في كل مكان. نحن اليوم كنا نستمع قبل قليل للسيد فؤاد الصنيورة وما حدث وما يعني تشهده لبنان من الداخل. ألم يسأل نفسه
لماذا وصلت لبنان إلى ما وصلت إليه؟ ابقى معنا سيد أحمد قليلا، نشاهد الآن لقطات حية للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي. في إطار المباحثات المستمرة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا السياسية الإقليمية على وجه التحديد، وأيضا القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا المنطقة، جاء هذا اللقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي. وعودة إلى سيد أحمد ذكرنا المحلل السياسي من رام الله. سيد أحمد، يمكن تابعنا على الهواء الآن لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، يعني كيف ترى صدى هذه اللقاءات وتأثيرها على القضية الفلسطينية حاليا؟ مواقف المصرية الأخيرة في هذا المشهد كانت مواقف في غاية الأهمية وموقف جدا مهم، و كذلك موقف روسيا والصين وإيران وعدد من المواقف العربية. وقد قال ونوه الرئيس السيسي من أول يوم أن ما يحدث هو تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، وللأسف هذه التصفية كان ينتوي أن تكون على حساب الدولة المصرية والأمن القومي المصري، وبالتالي انتبه وتنتبه مصر المؤسسة المصرية لهذا المخطط، وكذلك المملكة العربية المملكة الأردنية الهاشمية أيضا في الموضوع ده، ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية. احنا بنقول ده عشان نأسس على مدده وحركتنا المطلوبه لايقاف تطورات الازمه ديت اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقه الشرق الاوسط كله. احنا بنبذل جهدنا اولا لاحتواء الموقف وعدم دخول اطراف اخرى الى الصراع. Yes, it is true what happened over the past 9 days was very difficult and too much. And we unequivocally condemn it. But we need to understand that this is the result of accumulated fury and hatred over 4 decades, when the Palestinians had no hope to find a solution. Many people ask, is this the right time to speak about this, or only to try to find a way out of the current crisis? But what I'm saying here is that I'm trying hard to make clear today the right foundation for our effort. ونعود مرة أخرى إلى رام الله والمحلل السياسي السيد أحمد ذكرنا. سيد أحمد،
ولحين عودة الاتصال بالسيد أحمد زكرنا من رام الله المحلل السياسي، نتابع مع حضراتكم كما نرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتحدث حول القضية الفلسطينية وجهود احتواء الموقف في غزة. وكما شاهدنا خلال الساعات الماضية والأيام الماضية أيضا الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، الموقف المصري الداعم بالعديد من المواقف والأدوات. طلب السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية في فلسطين منذ سنوات تحت مرأى ومسمع من العالم. وثمن السفير الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وأكد أن حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا كافة الأطراف الفلسطينية إلى توحيد الجهود من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام. أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أن الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحرا من إسرائيل إلى قبرص غدا الاثنين. ووفقا للسفارة فإنها تركت الخيار للراغبين في المغادرة بالتوجه إلى السفينة المغادرة غدا من ميناء حيفا شمال إسرائيل إلى قبرص للحاق بأقاربهم. تزامنا أعلنت الخارجية الأمريكية مقتل نحو 29 أمريكيا منذ بدء القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وأشارت إلى أن واشنطن ستعمل مع حكومة إسرائيل على مدار الساعة لحل أزمة الرهائن وتحديد أماكن الأمريكيين المفقودين. دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني فورا إلى غزة، وأدانت بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة، مؤكدا أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة. في الوقت نفسه حذر الأطباء في قطاع غزة من وفاة الآلاف إذا نفدت الإمداد الطبية والوقود والاحتياجات الأساسية من المستشفيات التي تكتظ بالمصابين، بينما يعاني المدنيون بالقطاع من شح الغذاء والمياه مما يفاقم من الأوضاع الإنسانية جنوب القطاع. أوضاع مؤسفة وظروف صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي الغاشم. الفلسطينيون النازحون من شمال غزة يتكدسون في جنوبها دون مأوى أو طعام. في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة افترش فلسطينيون فارون الأرض أمام المباني وفي الشوارع بعد أن امتلأت مدارس الأونروا بالنازحين عقب الإنذار الإسرائيلي الأخير بإخلاء مدينة غزة. آلاف النازحين تجمعوا في حديقة إحدى مستشفيات القطاع وممراتها بحثا عن مكان للمبيت أو الطعام أو الشراب، فيما غلب الإنهاك على الطاقم الطبي الذي يعمل دون توقف داخل المستشفى كون المنطقة تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي عنيف. عمليات النزوح داخل القطاع تأتي في الوقت الذي شددت فيه إسرائيل الحصار على غزة بقطع إمدادات الماء والكهرباء عنها، واضطر الغزيون إلى ترك منازلهم بالشمال والنزوح إلى الجنوب هربا من ويلات القصف بعدما ألقت طائرات إسرائيلية آلاف المنشورات على مدينة غزة تطلب فيها من السكان باللغة العربية الإجلاء جنوبا. من جانبها رفضت حماس إخلاء شمال القطاع مشددة على أنه لا نزوح ولا ترحيل، فيما حذرت الأمم المتحدة من تبعات إخلاء مدينة غزة المدمرة. نكبة ثانية يعاني ويلاتها الفلسطينيون في قطاع غزة ما بين حصار محكم يمنع عنهم الطعام والماء والهواء، وبين صمود شعب يقاسي ظروفا صعبة تحت ضغط مطالب الاحتلال بالتهجير القسري لسكان القطاع المكلوم. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد مساء الخير.
تنور يا فندم. يمكن كما شاهدنا منذ قليل لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن، يعني اهميه هذا اللقاء في ظل كل هذه الاوضاع والتي تحدث في الاراضي الفلسطينيه على وجه التحديد. بالطبع اللقاء هام للغايه، ولان مصر تدور حولها الاهتمام ويدور حولها الاهتمام هذه الفتره الحرجه من تاريخ المنطقه، وخاصه ان مصر تلعب الدور الاكبر في عملية تقليل التوتر بالإضافة إلى مساعدة أشقائنا الفلسطينيين. بالطبع الدور الأمريكي هام للغاية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر أن إسرائيل سياسة داخلية وليست سياسة خارجية، وهذا يفسر كثيرا الانحياز إلى بعض القرارات الإسرائيلية، إلا أن الدور المصري وما أكد عليه السيد الرئيس أن مصر تحرص على عدم الإضرار بالفلسطينيين، وأن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز كثيرا الفعل الإسرائيلي الذي أدى إلى الفعل الفلسطيني الذي أدى لهذه الأزمة، نظرا للضغط الكبير الذي كان يتعرض له الفلسطينيون. بالطبع مصر تحرص أيضا على توفير ممرات آمنة للفلسطينيين لإيصال المساعدات إليهم على أراضيهم الفلسطينية المحتلة، وأيضا تحرص على تهدئة الأجواء للبدء في معالجة هذه الأزمة التي أعتقد أن التدمير الكبير الذي أسهم فيه قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة سيستغرق وقتا طويلا، ووضع العالم أمام تحدي جديد إنساني، ومصر تقوم بدور كبير في هذا الأمر. طيب التأثير الخطوات التي أخذتها مصر حتى هذه اللحظة ماديا وعلى المستوى أيضا النفسي والمعنوي بشريطة إدخال المساعدات أو فتح معبر رفح، شريطة إدخال المساعدات إلى غزة، تأثير ذلك أيضا على الشارع الفلسطيني؟ بكل تأكيد الفلسطينيون يعلمون أن مصر تقف بدائمهم. مصر طالما كانت تقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين وبذلت كل غالم في سبيل استمرار وإحياء القضية الفلسطينية، لعل آخر المواقف أحد المواقف المصرية وليس آخرها هو التأكيد على عدم دخول أي رعاية أجانب يحملون جنسيات أجنبية من الفلسطينيين أو غيرهم عبر معبر رفح في اتجاه واحد، والتغاضي عن دخول المساعدات الإنسانية وإيصالها، بالإضافة إلى القوافل التي تم الإعداد لها للدخول إلى قطاع غزة والطواقم الطبية والمساعدات الكثيرة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى الجانب الفلسطيني. أيضا هذا الموقف القوي المصري يشجع بعض ممن كانوا في المناطق الرمادية للدخول ومساندة القضية الفلسطينية ولمساندة الدورة المصري، ولعلنا رأينا جميعا الدعم الدولي الكبير وأيضا من بعض الأطراف الإقليمية الكبرى التي لم تكن تتخذ موقفا واضحا من هذا من الفعل ورد الفعل الإسرائيلي القوي. وبالتالي فإن الموقف المصري والدعم الكبير للأشقاء الفلسطينيين والتمسك بالقضية الفلسطينية وعدم محاولة إنهائها سواء بالهجمات الإلكترونية الإعلامية أو الضغط المتتالي ل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة، وبالتالي إيضاح أيضا الصورة بشكل كامل للعالم، وخاصة أن بعض الدول تتأثر كثيرا بآلة الدعاية الغربية التي تقصف، وأقول تقصف نعم. طب أستاذ محمد، يعني نفهم جميعا أن الحرب طرف أمام طرف آخر، لكن ضرب إسرائيل للمدنيين وأيضا المستشفيات، هل هنا أو هنا تبحث إسرائيل عن الهدف الأكبر من تصفية القضية الفلسطينية تماما؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد هذا تحليل لا يوجد له اختيارات، الأمر هنا واضح بشدة. رد الفعل تجاوز، ولو قال أي حتى أنني أحسب أن الفعل في البداية لم يكن فعلا، ولكن كان رد فعل على استمرار القهر الإسرائيلي للفلسطينيين على أراضيهم وسياسة الاستيطان وطردهم وتهجيرهم وهدم منازلهم والتضييق عليهم في أرزاقهم، أعتبر أنه رد فعل. ولكن ما حدث هنا
هو فرصة كبرى لليمين الإسرائيلي المتطرف لاستمرار خطته، ولعلها كانت فرصة سانحة أيضا لتجميع الداخل الإسرائيلي المشتت، الساحة السياسية والتظاهرات التي تنشب كل أسبوع في تل أبيب والعديد من المدن الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا تشير إلى أن هناك أزمة داخلية حتى لم يتم الاتفاق عليها بشكل كامل في تشكيل وحدة. يعني هل ترى أن مكاسب اليمين الإسرائيلي تفوق خسائره في هذه الحرب؟ هناك جانبين، الجانب العملي هو أن تم كسر الجيش الاحتلال الإسرائيلي وإظهاره بصورته الحقيقية على أرض الواقع على عكس ما يضخم. الأمر الآخر الذي قد يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي فعله هو تحقيق مكاسب مجدية أو على الأرض واستمرار إنهاء القضية الفلسطينية أو محاولة إنهائها بشتى الطرق حتى وإن خرجت خارج حدود فلسطين، إلى محاولة الضغط السياسي على الدول لتقبل هذا الوضع الجديد وتهجير الفلسطينيين مرة أخرى. وأعتقد أن مصر وأحرار العالم سواء الدول العربية أو الأطراف الدولية التي أيقنت كذب الدعاية الإسرائيلية في بدء أول ثلاث أيام أو أول يومين والفيديوهات المفبركة والتصريحات التي غيرت نظرة البعض، الآن العالم فهم كله أن غزة تتعرض للإبادة والمواطنين الفلسطينيين في العراء دون مأوى ودون غذاء ودون يمكن ده كمان أدى إلى تغير موقف بعض الدول. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين، أنت نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. وينضم إلي أيضا الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. دكتور إسماعيل مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا يا فندم. يعني ماذا تستفيد اسرائيل من توسيع دائره الصراع بهذا الشكل؟ يعني انا بعتقد انه الحكومه اليمينيه المتطرفه التي جمعت سله المتطرفين في اسرائيل اتخذت عمليه طوفان الاقصى التي تمت فجر السبت 7 اكتوبر لان تكون ذريعه للقضاء على حكم حماس في قطاع غزة، وهي التي دوما ما كانت تقف شوكة في حلق إسرائيل لاستكمال مخططها والقضاء على القضية الفلسطينية برمتها ويعني استكمال مشاريعها في تهجير السكان وتفريغ فلسطين من سكانها واستمرار واستكمال سياساتها التطبيعية الاقتصادية في المنطقة. وبالتالي يعني كانت عملية طوفان الأقصى بعدد مهول غير متوقع من الجيش الإسرائيلي ولا من حتى من حماس بهذا القدر من القتلى بهذا القدر من الأسرى، يعني جعلت أن هناك يعني ذريعة حقيقية لأن ترد إسرائيل رد انتقامي مفرط في كل شيء، وصل إلى أنها يعني ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بقصفها المدنيين بقصفها يعني حتى يعني المستشفيات والمدارس الدولية. كان رد الفعل انتقامي وغير مبرر، لم يفرق ما بين مسلح وما بين مدني. كانت تريد أن تهجر تهجير قسري سكان غزة في اتجاه مصر، وهي الرواية التي تبنتها إسرائيل في مطلع العملية، ودعت الأطراف الغربية لتأييدها ودعت الولايات المتحدة للضغط على مصر في هذه الشأن، ولكن كانت مصر لديها رؤية مختلفة ولديها موقف جاد تشكر عليه وتلقى التقدير والدعم من كافة الدول العربية، وهو ألا تسمح للفلسطينيين بأن يتركوا أراضيهم حتى لا يتم القضاء على القضية الفلسطينية برمتها. حتى أن يعني رئيس حماس خرج أمس وشكر مصر على هذا الموقف، وكانت مصر تذهب ل يعني سيناريو آخر وهو فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة الذين يعني أصبحوا يعيشوا في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، يعني تحت قصفات قصف الاحتلال بشكل أشبه بالتطهير العرقي والتهجير القسري لأكثر من مليون مواطن.
أنا بعتقد أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة في الأيام الماضية، وتواصل السيد الرئيس مع أكثر من 20 قيادة على مستوى العالم، سواء كان رؤساء حكومات أو رؤساء دول أو حتى وزراء الخارجية. دكتور إسماعيل، يعني يمكن بعد ما مصر استطاعت أن تفشل جزء من هذا المخطط وفكرة النزوح وتصفية القضية الفلسطينية، متى تتوقع من خطط بديلة للاحتلال الإسرائيلي في الزج بهذا الاتجاه؟ يعني خلينا اقول لحضرتك انه اسرائيل دائمه ارتكاب المجازر وارتكاب الاعتداءات، حتى قبل عملية طوفان الأقصى كانت إسرائيل تقوم بكل الاعتداءات التي يمكن أن تفعلها في الأماكن المقدسة وفي الأقصى الشريف وفي البلدة القديمة، من تعدي على المقدسات ويعني هدم البيوت وقتل الفلسطينيين. كل هذه الأمور يعني أنا بعتقد أن الحكومة الإسرائيلية وهي حكومة يمنية متطرفة لم تشهد إسرائيل مثلها في وقت من الأوقات، تفعل من الموبقات ومن المحرمات ومن يعني ما يتنافى الأفعال التي تتنافى مع كل قيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يحمل حكومة الاحتلال وهي دولة احتلال مسؤوليتها عن تأمين الوقود وتأمين الكهرباء وتأمين المياه وتأمين الإعاشة الإنسانية للمواطنين تحت الاحتلال. أنا بعتقد أنه إسرائيل لم تترك شيئا ولم تترك خيارا آخر للفلسطينيين إلا أن يدافعوا عن مقدساتهم بالروح وبالدم، ويلقوا الدعم من كل عربي شريف ومن كل مسلم على وجه البسيط. أنا بعتقد أنه حتى يعني الحملات التي تقوم في الغرب الآن من مظاهرات ضد الحكومات بسبب التأييد السافر والدعم اللامحدود من الحكومات الغربية سيضغط على إسرائيل بشكل أو بآخر، يعني تهدئ من مخططاتها. هل يعني هذه المظاهرات من الممكن أن تكون فاعلة وضغطة حقيقية على الدول الغربية؟ لحد كبير، لأنه الحكومات هناك يعني الرأي العام له تأثير كبير على هذه الحكومات، حتى أن الولايات المتحدة والبيت الأبيض يعني يشهد ما يجري في العالم، وأصبحت هناك مراجعة للسياسات الأمريكية في يعني الضوء الأخضر التي أعطته لإسرائيل في بداية العملية العسكرية. يعني خلينا أقول لحضرتك أن هناك كمان أوراق مختلفة للضغط على إسرائيل، سواء كان من العالم الخارجي أو من الداخل أو من القوى الإقليمية، ومنها على سبيل المثال ورقة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وهو عدد ليس بالهين، عدد القتلى، انكسار شوكة الجيش الإسرائيلي وإهانته وكسر كبريائه، مسألة رفض الجنود للأوامر العسكرية وخشيتهم من الدخول لغزة بشكل بري، كمان الخوف من اتساع دائرة العنف وأن تتدخل أطراف أخرى كحزب الله وإيران وميليشياتها في سوريا. أنا بعتقد أنه يعني هناك توضيح كبير من الدولة المصرية ومن الدول العربية كالسعودية وكالأردن الشقيق لتوضيح للعالم أن إذا دائرة العنف اتسعت ستحرق المنطقة بمن فيها، بما تحتاج أوروبا حتى من يعني موارد بترولية ومصادر للطاقة. وبالتالي كانت هناك مراجعة حقيقية في بعض سياسات الحكومات الغربية، ويعني على سبيل المثال برضو في تصريحات القادة الأمريكان، إلا أن الدعم العسكري الأمريكي لا محدود وصل إلى إسرائيل، وقد يكون هناك يعني استماح بالقيام بعملية عسكرية. لكن هناك قانون دولي يعني نأمل أن تنصاع له كل الأطراف. أنا بشكرك دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. وينضم إلي أيضا الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني إلى أين تتجه إسرائيل بخريطة الشرق الأوسط؟ بعد التحية طبعاً إن خريطة الشرق الأوسط وما يعني من تأثيرات ربما لا تعتمد كثيراً على مسألة الاعتداءات للسعودية الأخيرة على قطاع غزة. كانت إسرائيل تريد إحداث نوع من تغييرات المعارضة، خلال طبعاً التغيير الديموغرافي والتغيير أيضاً الديموغرافي لمسألة غزة تحديداً، لكن طبعاً مصر رفضت كل الطروحات، كذلك سكان غزه انفسهم رفضوا هذه الطروحات التي نعم. تحدد اسرائيل لمسائل خاصه في توجهاتهم الخاصه ايضا بتغيير قبلتهم كما يقال. طبعا ان كل هذه المسائل رفضت من قبل المجتمع العربي وايضا المجتمع الفلسطيني، اضافه طبعا الى ان ما
المجتمع الدولي في غالبه لا يريد احداث نوع من اعلاء الصوت اكثر من اللازم في الشرق الاوسط، نتيجه طبعا انشغال المجتمع الدولي بقضايا اخرى، نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه، نتيجه ايضا الصراع الامريكي الصيني في تايوان، نتيجه ايضا الصراع مع كوريا الشماليه، هناك احداث منتهكه في العالم، هناك ايضا ازمه اقتصاديه خانقه ربما تعاني منها دول اوروبا مع دخول. طيب يمكن يكون التحرك هذه المره يكون مختلف دكتور محمد باعتبار ان الوضع هذه المره هو وضع مختلف تماما عن سابقيه. اشارك رايي ان الوضع مختلف فيما يتعلق حتى بهجمات حماس نفسها، بمعنى ان حماس لم تعتد الدخول الى قلب تل ابيب على سبيل المثال من خلال جنودها، من خلال ايضا هذا الكم الكبير من القتلى والاسرى من الجانب الاسرائيلي، وبالتالي نعم هناك تغيير مع عن 2000 وعن 2008 2009 عندما كان هناك ما يطلق عليه العدوان على غزه، لكن انا اعتقد ان هذه المره كما اشرت ان فلسطين تملك ادوات وايضا الدول العربيه تملك ادوات للتحرك، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال لاول مره تحرك الناقله الخاصه بحاملات الطائرات الى شرق المتوسط، وبالتالي كان هناك نوع من الرغبه في احداث نوع من التغيير، لكن طبعا قبل هذا بافتراضات كثيره وسيناريوهات كثيره، يعني عندما نقرا السيناريوهات المستقبليه على سبيل المثال نجد ان هناك خلط كبير وايضا هناك عدم دقه فيما يتعلق برسم خريطه المستقبل حتى من قبل اسرائيل انفسهم او من قبل الحكومه الاسرائيليه. ولا ننسى ان هذه الحكومه معرضه ايضا للمساءله من قبل الكنيسة الاسرائيلي بعد هدوء هذه العاصفه العسكريه كما يقال، وانا اتوقع ان هذه الحكومه ستكون خارج التشكيل عقب اي اول مساءله من الكنيسة الاسرائيلي نتيجه طبعا هذه الفضيحه الكبيره سواء العسكريه او حتى الانهيار السياسي لهذه الحكومه. اذا كل الاطروحات تؤكد ان هناك نوع من تغيير وجهه النظر في ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، لان اتوقع ان سيكون هناك هدوء نسبي. طب اذا لماذا تهدد اسرائيل بحرب بريه اذا كان هذا هو الموقف الدولي تجاهها؟ انا اتخيل طبعا ان اسرائيل في مأزق حقيقي سياسيا، وبالتالي هي تحاول اعلاء الصوت عسكريا باي شكل من الاشكال، وحضرتك انظري الى ماذا فعلت اسرائيل، تجدي انها قتلت مدنيين من الاطفال والنساء. صحيح. والشيوخ، لم تستطع قتال المقاتلين من حماس لانها لا تعلم اين هم بالاساس، وبالتالي فانا اعتقد ان المشكله حاليا في اسرائيل انها تريد ان تحدث اي انتصار عسكري ولو على اي حساب سواء الاطفال او النساء وما الى ذلك، واعتقد ان هذه مشكله كبيره حاليا تعاني منها اسرائيل، حتى ان بعض الدول الاوروبيه بدات تتحدث عن مسائل حقوق الانسان في فلسطين، رغم ان هناك دول اوروبيه ايضا ما زالت تناصر اسرائيل سواء فيما يتعلق بهذه الهجمات، فانا اعتقد ان هذا يؤكد مساله الكذب مكيالين فيما يتعلق بمنظمه حقوق الانسان، لكن الرؤيه كما اشرت لحضرتك تغيرت تماما فيما يتعلق بالسابق وفيما يتعلق باسرائيل. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه على هذه المتابعه. واشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه، ولكن تغطيتنا الاخباريه مستمره مع حضراتكم على مدار 24 ساعه. في امان الله.